طبعا فقره الفيديوهات اللي بنجيب لحضراتكم كل حاجه بتدور في العالم من احداث عالميه ومن مهارات ومن مغامرات جديده في كل مكان لكل لاعبي كره القدم حتى في ملاعب الناشئين. بنجيب لحضراتكم كل الاحداث اللي هتكون موجوده معاكم. علشان كده هنبدا مع حضراتكم سريعا ونفكر حضراتكم بنتائج الدوريات، والبدايه كالعاده من الدوري الانجليزي. نفكر حضراتكم بنتائج الجوله السابقه من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. والبداية أبرز نتائج الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي، ليفربول بيفوز بهدفين مقابل لا شيء على واتفورد، أحرز الهدفين محمد صلاح، هدفين قمة في الروعة، هنشوف منهم واحد بتقنية ال 360 درجة، ودي من على موقع ليفربول اللي بيحتفل بواحدة من أفضل أهداف محمد صلاح، واحدة من أفضل أهداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2019-2020. تشيلسي بيخسر من بورنموث 1-0 على ملعب ستانفورد بريدج. مانشستر يونايتد بيتعادل 1-1 مع إيفرتون بعد ما إيفرتون تقدم 1-0 على مانشستر يونايتد. وبالمناسبة ومفاجأة أعتقد أن هيتم الإعلان عنها قريبا، كارلو أنشيلوتي سافر لمدينة إيفرتون علشان أو مدينة ليفربول عفوا علشان يتفق ويسمع العرض المقدم ليه من إدارة إيفرتون علشان يكون المدير الفني القادم للفريق الإنجليزي خلال منافساته في الدوري الإنجليزي. كارلو أنشيلوتي واحد من المدربين الكبار جدا جدا اللي أعتقد هيكون إضافة لأي فريق يكون موجود فيه ولفرهامبتون، ومباراة ما بين نونو سانتو ومورينيو توتنهام هوتسبيرز، وفيرتونخن بيمنح الثلاث نقاط لنادي توتنهام خارج ملعبه في فوز مهم جدا لتوتنهام بهدفين مقابل هدف. واخيرا لقاء القمه كان ما بين مانشستر سيتي وارسنال، والمباراه انتهت لصالح مانشستر سيتي في الشوط الاول، وبالتالي الشوط الثاني ما كانش فيه اي اهداف من مانشستر سيتي، 3-0 لصالح السيتيزنز على ارسنال. تمام، نروح للجولات القادمة في الدوري الإنجليزي علشان نبدأ من يوم السبت 21 ديسمبر. خلاص دخلنا على أعياد الكريسماس، وإيفرتون وأرسنال في مباراة نارية الساعة 2:30 يوم السبت. هنكمل يوم اللقاءات إن شاء الله ويست هام يونايتد مع فريق ليفربول الساعة 5. أما في نفس اليوم مانشستر سيتي وليستر سيتي، مباراة يعني بست نقاط بالنسبة لليستر أو بالنسبة لمانشستر سيتي علشان ليستر سابق السيتيزنز في عدد من النقاط، وبالتالي ليستر في المركز الثاني ومانشستر سيتي في المركز الثالث. يوم الأحد هنكمل باقي لقاءاتنا، واتفورد أمام مانشستر يونايتد الساعة 4 بتوقيت القاهرة، وأخيرا مباراة قمة ومورينيو أمام تشيلسي توتنهام أمام تشيلسي الساعة 6:30، مباراة تكون قوية جدا. وأنا أعتقد إن كالعادة زي ما سبيشال وان مورينيو بيمتعنا أمام معظم الأندية اللي دربها في الدوري الإنجليزي، هيمتعنا في مواجهة ما بين التلميذ والأستاذ. الأستاذ هو جوزيه مورينيو والتلميذ هو فرانك لامبرت. هنروح لجدول، طيب نروح للهدفين الأول علشان من بعديها نطلع على الجدول. يعني جيمي فاردي، اللي عنده جيمي فاردي في الفانتازي يا جماعه اعتقد ان هو عنده نقاط كتيره جدا جدا، وممكن من الحلقه اللي جايه نتابع معاكم يعني دوري الفانتازي عشان نتابع ونشوف مين اللي بيحقق اعلى ارقام كل جوله. جيمي فاردي لاعب ليستر 16 هدف، امريك اوباميانج لاعب ارسنال 11 هدف، يتساوى معاه تامي ابراهام لاعب تشيلسي 11 هدف، اما ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 10 اهداف، وهاري كين لاعب توتنهام هوتسبير 9 اهداف، ورحيم ستيرلينج مانشستر سيتي 9 اهداف. انا عندي في كل دول رحيم ستيرلينج وتامي ابراهام في الفانتسي فهم متالقين معايا جدا. جدول ترتيب الدوري الانجليزي، ليفربول في المقدمه 49 نقطه، يليه ليستر سيتي في المركز الثاني 39 نقطه، فارق 4 نقاط ما بين مانشستر سيتي وليستر سيتي. المباراه اللي جايه السيتي هي يا اما يقرب عن ليستر بفارق نقطه، يا اما ليستر يبعد عن فريق مانشستر ب7 نقاط. عشان كده السيتي في المركز الثالث ب35 نقطه، تشيلسي في المركز الرابع 29 نقطه، توتنهام هوتسبيرز وتشيلسي المباراه اللي جايه لو توتنهام قدر انه يفوز هيتساوى مع تشيلسي ويقرب على التوب فور ومكانته الطبيعيه اللي محافظ عليها من موسمين على الاقل في افضل 4 انديه في الدوري الانجليزي.
نروح للدوري الاسباني علشان نفكر حضراتكم بنتائج الجوله الاخيره. ريال سوسيداد بيتعادل مع برشلونه 2-2 في مباراه مهمه جدا، اتلتيكو مدريد بيفوز على اوساسونا 2-0، اما سالتا فيجو بيتعادل 2-2 ايضا مع ريال مايوركا، واشبيليه بيخسر 1-2 من فيا ريال، وفالنسيا وريال مدريد في ختام جولات الدوري الاسباني، الريال بينجح في احراز هدف التعادل في الدقيقه 95 عن طريق كريم بنزيما علشان ياخد نقطه ثمينه جدا من ملعب المستايا. نروح لمواجهات الجوله القادمه في الدوري الاسباني، ريال مايوركا يوم السبت امام اشبيليه، برشلونه امام ديبورتيفو الافيز، بس ما ننساش ان في لقاءات عشان بس افكر حضراتكم يوم الاربع مع ريال مدريد وبرشلونة، المباراة اللي هنتكلم عليها هتكون يوم الأربع إن شاء الله الساعة 9 بتوقيت القاهرة، وهنتكلم على أرقامها وهنتكلم على إحصائياتها كويس جدا في فقرة الجرافيكس اللي بتكون بعد فقرة الدوريات والنتائج. ريال مايوركا إشبيلية، عشان خاطر طبعا مهم جدا جدا إن يوم الأربع مباراة استثنائية، مباراة مؤجلة في أسبانيا وفي الدوري الأسباني بسبب الأحداث الأمنية الأخيرة اللي كانت موجودة في مدينة برشلونة. ريال مايوركا وإشبيلية يوم السبت، برشلونة وديبورتيفو ألافيز يوم السبت، بلد الوليد وفالنسيا أيضا يوم السبت، وريال بيتيس وأتلتيكو مدريد يوم الحد، وآخر لقاءات الجولة يوم الحد 22 ديسمبر ريال مدريد وأتلتيك بيلباو. نروح لهدفين الدوري الأسباني، وليونيل ميسي 12 هدف يتساوى مع كريم بنزيما 12 هدف، لويس سواريز 9 اهداف، لوكاس بيريز، مارتينيز، ديبورتيفو ألافيز 8 اهداف، جيرارد مورينو لاعب فيا ريال 8 اهداف، اما لورينزو مورن لاعب ريال بيتيس 8 اهداف. نروح للدوري، جدول الدوري الاسباني، والصداره لبرشلونه وريال مدريد 35 نقطه لكل فريق، لكن فارق ال 10 اهداف لصالح برشلونه هو ده السبب في اعتلاء برشلونه لقمه الدوري الاسباني. المباراه اللي جايه هتكون فاصله، يا اما الوضع هيبقى كما هو عليه، اشبيليه في المركز الثالث 31 نقطه، ختافي في المركز الرابع ب 30 نقطه، اما اتلتيكو مدريد في المركز الخامس مفاجاه بالنسبه لي بعد ختافي اللي بيقدم موسم رائع جدا وهنتكلم عليه في فقره الجرافيكس وهنتكلم عن ارقام ختافي في الموسم الاستثنائي اللي بيقدمه، اتلتيكو مدريد 29 نقطه. نروح للدوري الايطالي ولقاءات الجوله السابقه عشان نفكر حضراتكم باهم النتائج اللي موجوده، نابولي بيخسر من بارما 2-1 في اول مباراه لجينارو جاتوزو، ميلان بيتعادل 0-0 مع ساسولو، ويوفنتوس بقياده رونالدو بيفوز على اودينيزي 3-1، اما روما فبيفوز 3-1 على سبال، واخيرا فيورنتينا وتعادل قاتل امام انتر ميلان بيمنح فيورنتينا نقطه ثمينه جدا وبياخد من انتر ميلان نقطتين مهمين جدا علشان يكتفي كل فريق منهم بنقطه وحيدة. هدافي الجولة القادمة في الدوري الإيطالي سامبدوريا ويوفنتوس من يوم الأربعاء 18 ديسمبر، يوم الجمعة كمان فيورنتينا وروما، السبت انتر ميلان وجنوا، يوم الحد أتلانتا وميلان، وأخيرا ساسولو ونابولي. هدافي الدوري الإيطالي كالعادة إيموبيلي الصدارة 17 هدف، لوكاكو 10 أهداف، وجلفاو لاعب كالياري 10 أهداف، وموريال لاعب أتلانتا 9 أهداف، وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس 9 أهداف، ولوتارو مارتينيز إنتر ميلان 8 أهداف. الدوري الإيطالي والصدارة رجعت مرة تانية لليوفنتوس موجود في المركز أو بيتساوى مع إنتر ميلان عفوا ب 39 نقطة، كان انتر ميلان فارق في عدد النقاط لكن للاسف انتر ميلان بيفرط في الصداره علشان يمنح يوفنتوس التعادل في عدد النقاط 39 نقطه كل واحد منهم، اما لاتسيو في المركز الثالث 33 نقطه، وروما في المركز الرابع 32 نقطه، وكالياري في المركز الخامس 29 نقطه. هنروح ونفكر حضراتكم بكأس العالم للأندية واللقاءات اللي اتلعبت واللقاءات القادمة علشان فيها نادي ونجم يهمنا كلنا، نتائج مباريات كأس العالم للأندية السابقة كل ده اتلعب قبل كده، السد بيفوز على فريق هنجن سبورت 3-1، الهلال بيفوز على الترجي 1-0، أما السد بعد ما كسب في أول مباراة لعب ضد فريق مونتاري المكسيكي بيخسر منه 2-3 علشان يتأهل فريق مونتاري المكسيكي للجولة اللي بعد كده. هناخد مع حضراتكم نتائج أو جولات كأس العالم للأندية القادمة يوم الثلاثاء إن شاء الله، الترجي والسد في مباراة تحديد المركز الخامس، يوم الثلاثاء أيضا فلامينجو البرازيلي
امام الهلال السعودي يوم الثلاثاء الساعه 7:30 بتوقيت القاهره، اما يوم الاربعاء اللقاء المنتظر فريق مونتيري المكسيكي امام فريق ليفربول الساعه 7:30، يعني قبل لقاء برشلونه وريال مدريد. يوم الاربعاء هنستمتع جدا جدا بالاحداث القرويه واللقاءات